مجلس الأمن الدولي فاجأ الجميع وبما فيهم وبشكل خاص العراقيين بالإعلان عن أن هنالك وستكون هنالك جلسة خاصة يوم غد تركز على العراق، وهذا جاء بإعلان من يونامي بهذا الشكل. أعلنوا عن تفاصيل هذه الجلسة المرتقبة التي ستكون في الساعة 17:00 يوم غد بتوقيت بغداد، وأيضا تضمن هذا الإعلان بأن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينم بلاسخات ستكون حاضرة في إحاطة خاصة ومهمة عن الوضع العراقي، ولكن لم يوضحوا التفاصيل عن ما ستتحدث عنه السيدة جينم بلاسخارت، عن أي قضية تحديدا ستتحدث عنها، ولكن قد تكون إحدى الملفات المهمة اليوم الجارية في العراق وتحديدا في إقليم كردستان وما يجري من عملية عسكرية إيرانية بدأتها منذ في العشرة أيام الماضية حتى يومنا هذا على الأطراف وعلى العناصر والأحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان، بالإضافة إلى الضربات المكثفة التركية التي تأتي على حزب العمال الكردستاني. قد تكون وقد نسمع شيئا عن هذه القضية وتحديدا القضية الإيرانية، خاصة أن هذه المسألة ومسألة ما تأتي من الضربات الإيرانية والعملية التي بدأتها بسبب أنها تقول أن هذه الأطراف المعارضة تتدخل في التظاهرات الداخلية في إيران وأنها تزيد من التوتر. على هذا الأساس بدأوا بهذه العملية من أجل نزع السلاح كما يتحدثون من هذه الأطراف المعارضة والأحزاب المعارضة. التطور الجديد في هذه المسألة كان هنالك تصريحا لأحد قيادات حزب كوملا المعارض إلى إحدى المراسلات في BBC، ووضح لها بأنهم لن يقفون ساكتين وأنهم سيقاتلون وستكون لهم ردة فعل على الإيرانيين في مسألة خطيرة متطورة جديدة عن هذا الوضع تحديدا في الإقليم. وقالوا طبعا بهذا الشكل، قالوا لكن هذه المرة مختلفة، لن نتفاوض، سوف نحارب، يجب أن يذهبوا، كما أخبرها قائد كردي إيراني بارز من حزب كوملا، مشيرا طبعا إلى هجمات الحرس الثورية الإيراني كما هو واضح على قواعدهم في كردستان العراق، بالإضافة إلى أن إيران مستمرة في عرض الفيديوهات التي تأتي من أجل والتي تأتي أساسا من أجل ضرب هذه العناصر. مثلا إيران بالعربية اليوم نشرت هذه المقاطع للطائرات المسيرة وهي تهاجم مواقع الأحزاب المعارضة الإيرانية بهذا الشكل، واضح جدا. ولاحظ بأن هذه الضربات كأننا أمام معركة حقيقية، المسألة ليست مسألة بسيطة للغاية من العملية العسكرية الإيرانية التي نتحدث عنها. الصور قادمة من هذا الموقع الذي هو مقرب من النظام الإيراني، وضح بأن هنالك ضرب وقوة وضرب لهذه المقرات المعارضة، وبالتالي هذا قد يفسر الكثير إذا ما ذهب حزب كوملا أو الأحزاب المعارضة إلى تصعيد وردة فعل على الإيرانيين. لا نعرف كيف من الممكن أن تكون ردة الفعل بهذه التصريحات. كذلك في نفس الوقت أن تركيا أيضا تصعد كثيرا من عملياتها. يوم أمس على سبيل المثال رويترز كانت قد وضحت بأن تركيا دخلت على عمق 140 كيلومترا وتمكنت من عملية القضاء وقتل ما يقارب 30 عنصرا من عناصر حزب العمال الكردستاني في 16 غارة قد تمت في هذه المنطقة، وبالتالي تصعيد من تركيا، تصعيد من إيران في هذه المسألة. العملية الإيرانية تحديدا بدأ الحديث عن أن هنالك نزوحا من القرى التي تتعرض إلى القصف في ناحية سيدكان وغيرها، نتحدث عن 10 قرى وعشرة سكان من هذه القرى قد بدأوا بالنزوح، وبالتالي قصف هنا قصف هناك، خلاف بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد على العديد من المسائل، مسائل مرتبطة بالطاقة وغيرها، وبالتالي البيئة أصبحت بيئة طاردة لأي استثمار أو لأي نظرة إيجابية إلى الطاقة القادمة والواضحة في إقليم كردستان. ولكن هنا المشكلة الحقيقية أن أيضا العراق هو اشتكى في مجلس الأمن الدولي على تركيا وطلب من تركيا بعد حادثة زاخو التي سقط فيها عدد من الشهداء العراقيين هنا في زاخو تحديدا، لم يستجب مجلس الأمن الدولي لهذه المسألة. أيضا ندد بالقضية الإيرانية وطالب من السفير الإيراني وأرسل مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى السفير الإيراني، لكن هذه العمليات العسكرية مستمرة من قبل إيران في داخل إقليم كردستان، والواضح بأن هذا الملف سنراه في مجلس الأمن الدولي على ما يبدو، سنرى ما الذي سيحدث. لكن الأهم من هذا الأمر
أن الحكومة العراقية لم تنتظر أحدا وبدأت تتحرك الآن مع إقليم كردستان في زيارة مهمة ظهرت بهذا الشكل. منذ الصباح الباكر رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي وصل إلى إقليم كردستان إلى أربيل والتقى بالسيد مسعود البرزاني وتحدثوا من خلال بيان قد صدر بهذا الشكل. جزء من هذا البيان كان قد وضح بأن الكلام كان عن الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية. بعد ذلك أيضا التقى أيضا بالسيد لجيرفان البرزاني وفي نهاية البيان الصادر من هذا اللقاء بين السيد الكاظمي والسيد لجيرفان البرزاني كان واضحا بأنه كما تمت مناقشة آخر التطورات الأمنية في إقليم كردستان. بالتالي هنالك كلام يجري عن هذه الضربات وهذه التطورات الكبيرة التي يشهدها العراق اليوم. وهذه أيضا الزيارة من السيد مصطفى الكاظمي وهذه النقاشات هي تأتي بعد سلسلة من الزيارات الأمريكية التي كانت تهدف إلى تحقيق هذا الأمر. تحديدا نتحدث عن زيارة شهدناها من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وهي باربرا ليف، بعدها جاءت سيرسيت وولندر وهي مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون لشؤون الأمن الدولي. طبعا الطرفان من وزارة الخارجية ومن وزارة الدفاع ذهبوا إلى بغداد، وصلوا إلى أربيل ويريدون تقريب وجهات النظر بين أربيل وبين بغداد. والواضح من هذه الزيارات والزيارة للسيد مصطفى الكاظمي تحديدا وهذه الاجتماعات والبيانات أن هنالك محاولة لتقريب وجهات النظر وحل هذه الأزمة التي نتحدث عنها طبعا. ولكن أيضا النظرة الكبيرة أيضا ما الذي ممكن أيضا أن تتحدث عنه السيدة جين بلاسخارت؟ الواضح تماما بأن سيكون هنالك كلاما عن الأزمة السياسية بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري. هنالك تفاصيل مثيرة نشرها العربية الجديد اليوم عن تطور وتحرك من قبل الإطار التنسيقي للتوجه إلى جلسة قادمة من أجل إنهاء إحدى الملفات المهمة للغاية ألا وهي البدء بتشكيل الحكومة. التفاصيل التي نشرها طبعا العربية الجديد وضح أن الإطار التنسيقي أعطى مهلة إلى الحزبين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أن يحلوا مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية بين الدكتور برهم صالح وبين السيد ريبر أحمد. هنالك تنافس، كل طرف يريد المرشح الخاص به أن يكون هو رئيسا للجمهورية، وهذه المسألة حتى هذه اللحظة ليس هنالك توافقا عليها. وبالتالي الإطار التنسيقي أعطى أسبوعا للحزبين من أجل الحضور أو الاتفاق على مرشح تسوية من أي من الطرفين من أجل التصويت على مرشح التسوية في جلسة البرلمان القادمة وإنهاء هذا الملف وهذا الخلاف، وإلا بعد هذا الأسبوع أن استمر هذا الخلاف. بحسب التفاصيل التي نشرها طبعا العربية الجديد هي توضح أن الإطار التنسيقي أبلغهم سيتوجه إلى عقد جلسة برلمانية من أجل التصويت ليس فقط على الدكتور برهم صالح والسيد ريبر أحمد، لا أبدا، بل على ما يقارب 33 مرشحا من مرشحين إلى رئاسة الجمهورية سيصوتون بشكل عام بشكل مفتوح كما حدث في عام 2018 وينهون هذا الملف. طبعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بحسب التفاصيل التي نشرت بتصريحات من النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو السيد محمد خليل قال إن تم هذا السيناريو وتم عقد جلسة كما حدث في عام 2018 لن نحضر هذه الجلسة نهائيا، وهذه تعتبر ضربة للجلسة إن وصلت إلى هذا السيناريو. لماذا؟ لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو يعتبر الكتلة الكردية الأكبر تمثيلا في مجلس النواب العراقي طبعا، وكذلك في نفس الوقت بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو ثالث أكبر فائز في الانتخابات السابقة على مستوى العراق بعد التيار الصدري الذي يأتي في المرتبة الأولى وبعد ذلك حزب تقدم، يأتي الحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى هذا الأساس بالنسبة إليهم مسألة ويعتقدون بأن مرشحهم السيد ريبر أحمد هو طبعا الأولى أن يكون رئيسا للجمهورية في ظل هذه التفاصيل. لكن الخلاف مستمر والإطار التنسيقي يدفع ويدفع. لماذا؟ هنا يجب أن ننتبه أن الإطار التنسيقي يدفع لإنهاء مسألة تشكيل الحكومة بهذا التحرك للتوجه بعد ذلك لطرح مرشحهم وبدء بعملية جلسة للتصويت على مرشح رئيس الوزراء لرئاسة الوزراء وهو مرشح الإطار التنسيقي السيد محمد شياع السوداني، على الرغم من أن الخلافات لا زالت مستمرة بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري. لا حلول نهائيا بين الطرفين أو حديث بين الطرفين، والتيار الصدري رافض تماما أي جلسة ممكن أن تشكل
الحكومة بأي طريقة أو بأخرى. التيار الصدري يريد حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، واضح الطلبات من قبل التيار الصدري، وبالتالي الأمور لا زالت تبدو صعبة. ورأينا ما رأيناه من الجلسة الماضية التي انتهت بنجاح وأتمت أجنداتها بشكل ناجح، ولكن الجلسة الماضية شهدنا كيف أنها انتهت، وبعد ذلك جاءت الصواريخ منطلقة حول مجلس النواب العراقي بضربات قادمة من مدينة جميلة، بعض التقارير تحدثت من البلديات، بعد ذلك جاءت صواريخ واستمرت هذه التقارير المقلقة مع التظاهرات المستمرة. بالتالي هذا فعلا هو ملف قد نرى الكثير منه ونرى جزءا كبيرا منه من جنين بلاسخات في مجلس الأمن الدولي. الكل اليوم يركز على العراق من دول العالم لسبب مهم يجب أن ننتبه إليه. الجميع يريد العراق أن يبقى مستقرا، ليس فقط بسبب مسألة الطاقة في إقليم كردستان على سبيل المثال أو الموقع الجيوسياسي المهم للعراق، لا أبدا، الجميع الآن بدأ ينظر، هنالك تفاصيل مهمة للغاية تأتي وتتحدث بأن العراق صدق أو لا تصدق أن له دور في المفاوضات النووية التي تجري مع إيران، وهذه جاءت بتفاصيل مثيرة للغاية من تحرك جاء يوم السبت الماضي تم الإعلان عنه. إيران أعلنت عن الإفراج عن مواطنين أمريكيين أفرجوا عنهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هم كانوا في الحجز وفي السجن لمدة 7 سنوات بتهم بأنهم وواحد منهم تحديدا هو الذي كان يقوم بعمليات التجسس في الداخل الإيراني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أطلقوا سراحهم مقابل 7 مليارات دولار بحسب الخارجية الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية في صدد دفع هذه الأموال، بل قد تكون دفعتها الآن مقابل هذه الصفقة. وصدق أو لا تصدق أيضا أن العراق هو الذي كان لعب دورا كبيرا في هذه الصفقة في إطلاق سراح هذين المواطنين وهذه الأموال طبعا التي تم الإفراج عنها بهذا الشكل، وهذا جاء بتفاصيل من قبل الواشنطن بوست الأمريكية من مصدر مطلع قال الآتي: العراق كان له دور رئيسي في التوسط بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا. على هذا الأساس فعلا العراق يلعب دورا في ملف مهم جدا، الملف النووي هو الملف الأخطر والأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الآن في حسابات مهمة انتخابية قبل الانتخابات النصفية القادمة الشهر القادم في مجلس طبعا في الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي. هذه التحركات والتحرك العراقي والتوسط والنجاح في التوسط في هذه المسألة تحديدا كما تحدثت الواشنطن بوست دفعت الآن باتصال شهدناه اليوم وتم الإعلان عنه بين وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الإيراني من أجل الدفع إلى إنهاء إحياء مسألة العودة إلى الاتفاقية النووية. لكن هذا التواصل حول المفاوضات النووية وهذه الجهود التي نتحدث عنها ممكن أن تنهار في أي لحظة، وهذا يعود إلى سبب مهم ألا وهو التظاهرات التي تجري في الداخل الإيراني. الأوساط الأمريكية تضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن كثيرا في هذه المسألة، يقولون له بأنك أنت تدافع عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي يدافع عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين في الداخل الإيراني يتعرضون كما يتحدث وتتحدث الأوساط الأمريكية بأنهم يتعرضون إلى القمع في الداخل الإيراني من قبل النظام الإيراني. لذا عليك إيقاف أي مسألة عودة للاتفاقية النووية وتوفير الأموال لهذا النظام التي ممكن أن يستخدمها في هذه المسألة في مسألة السياسة الإقليمية، وعليك التصرف بل فرض عقوبات أكبر على النظام الإيراني. واحدة مثلاً من اللقطات على سبيل المثال التي نشرت بهذا الشكل المثير الذي ترونه بطبيعة قناص على مبنى بهذا الشكل، كانت هنالك امرأة كما تلاحظون في عمل تراقب بهذه المنطقة. لنلاحظ مرة ثانية هذا المقطع إلى هذا القناص لنركز عليه مرة ثانية، هذا هو القناص الذي تلاحظونه فوق المبنى وهو يضرب المتظاهرين بحسب ما نشر من تفاصيل. وبالتالي بالعودة إلى هذا المقطع مرة ثانية لأخذ عدد من العلامات من هذا المبنى، هنا القناص كما تلاحظون، هنا امرأة وهي تراقب وتعطي الأوامر للقناص من أجل عملية الاستهداف ومتى يظهر لكي لا يتم ولا تتم عملية ضبطه. وإذا ما أخذنا عددا من العلامات المثيرة في هذا المبنى بهذا الانعطاف وهذه الانعطاف المهمة التي تأتي في هذا المبنى مع علامتين أخرى في مبنى يأتي منخفضا مقارنة بهذا المبنى بهذا الشكل الذي تلاحظونه، هي كافية مع هذا الطريق لمعرفة هذا الموقع. مع معلومة مهمة نشرت
من قبل أحد المغردين الإيرانيين على هذا الموقع، تحدث بأن هذه المنطقة هي موجودة في طهران في تقاطع كما تلاحظونه، ذكر اسم هذا التقاطع في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت إيران. بالتالي إذا ما توجهنا إلى هذا الموقع وهو التقاطع المهم الذي ترونه، هذا التقاطع مباشرة إذا ما توجهنا إليه بالقمر الصناعي، فسنجد بأنه وسط العاصمة الإيرانية طهران. لنتجه إلى العاصمة الإيرانية طهران، إلى هذا الموقع تحديدا. هذه هي العاصمة الإيرانية طهران إذا ما توجهنا إلى التقاطع المذكور، وهو تقاطع مهم للغاية ومعروف، وهو يأتي بالقرب من جامعة طهران. هذه هي جامعة طهران التي ترونها، والتقاطع يأتي في هذه المنطقة. لنقترب من هذا التقاطع قليلا فقط لنلاحظ هذا الموقع. هذا هو طبعا التقاطع الذي ترونه، هنالك الكثير من المباني التي تلاحظونها، ولكن بالاقتراب من هذه النقطة تحديدا وأخذ التفافة تقريبا أقل من 180 درجة إلى هذا المبنى الذي تلاحظونه بهذا الشكل، ونحاول أن نأخذ صورة أوضح لهذا الموقع، وسنلاحظ بأننا أمام نفس هذه العلامات لهذا القناص. واضح جدا المبنى كما تحدثنا إلى هذه الانعطافة، هذه العلامات واضحة، وهذا هو الطريق الذي تحدثنا عنه طبعا بكل تأكيد، الذي كان حاضرا وظاهرا بهذا الشكل، وبالتالي القناص كان يقف في هذا الاتجاه، والمرأة التي كانت والسيدة التي تعطيه التفاصيل كانت واضحة بهذا الشكل، وبالتالي النقطة التي نتحدث عنها تأتي وسط العاصمة الإيرانية طهران. قناصة تعمل ضد المتظاهرين في ظل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها في هذه المنطقة المهمة. قناصة كثيرين، الجامعات فيها تظاهرات كبيرة، وبالتالي هنالك ضغط أمريكي من الأوساط الأمريكية بأن عليك يا بايدن أن تجد حلا لهذه المسألة، أن توقف هذه المسألة، أن تعاقب إيران على هذه المسألة، وألا تحقق أي شيء في هذا الاتفاق النووي. ولكن واضح الجهود العراقية حاضرة في هذه المسألة. الأهم أن نركز على ما سيجري في مجلس الأمن الدولي غدا حول العراق تحديداً.